واش لا فامي صباح عليكم، واش كتعاودوا؟ مرحبا بكم اليوم بلوك جديد ونهار جديد. بلوك ديالي ما كاينش حاجه سبيسيال ديال بصح، علاش؟ حيت هذا اول نهار في الصيف. سيو قبل ما تبداو ولا مش مابوني في هاد لاشين، حبس الفيديو هبط ابونا وفرقع لايك. دابا حبس الفيديو وهبط صافي، دير شي لايك فوالا، زيد نكملوا. فوالا معايا اليوم المهدي اللحيه. اللحيه راه ناجح في الباك. الجو هاد الايام في كازا مشيو هذاك شويه ديما الغموم، ولكن اليوم هادي سيديت انا والدري نمشيو اليوم بيسين ان شاء الله. الشمس راه غير كتشوف السيمو ماشي البيسين كتطلع، ولكن اليوم متاكد اليوم الشمس غتطلع. ياك مهدي الشمس غتطلع اليوم؟ الشميشه جايه دابا قدامنا الشميشه. ياك اخويا العز فوالا لا فامي، وصلنا دابا للبيسين اللي غنجيو ليه. ها هو كاينه جهه وكاينه واحد الجهه اخرى من اللي فيه اللي مشي ليها، تندخلو نوريكم كلشي. فوالا هاي دخله، دابا ندخلو دابا نخلصو نضربو شي عومه. شي عومه مالتك، حنا ما عندنا لا جو لا والو، الله يجعل الشتا تكون كتصب وندخلو نعوم. ياك مهدي الرعد يكون ندخلو شي عومه ناضيه كناضيه. يلا فوالا تروبيكانا بيسين. ها هو يقطع مايك فيليب. سير 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 سير. يلا تلاح يقطع من هنا اللي ياك هضره باينه غنلوح لك هذا مات باينه غنلوح لك. سير سير ترى غراق واقع الهاد. A few moments later. شي ماضي كان هذا يا شيري. ضربن ضربن عطي خوك شويه هاي فايف. والله دابا ضربنا واحد العومه مزيان انا ومادي. عومه فرحنا فيها مزيان. اول عومه في الصيف، اول عومه في الصيف كانت ناضيه. دابا كاين الشمس تحركت الشمس هاهوما اللي جايه. انا شيري صافا هذه والله لا فامي. دابا يلاه خرجنا من بيتنا تروبيكانا. دابا فينا دابا لعب المنتخب. ياك مهدي لعب المنتخب دابا، خاصنا نمشيو دابا ندبروا على شي بلاصه نتفرجوا فيها في المنتخب، ومنا ناكلوا شي حاجه خارجين فينا الجوع بزاف دابا. واه واه ياك مهدي شمود بزاف، شنو قصدي شي حاجه اليوم؟ اي فوالا والله شي عيش 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 بالزهد بالزهد والله. ترجع على فورس اللي كانت عندي كانت مخبيه هذا العام الشهور كاملين خرجناها في النار. ياك مهدي تقول لي واحد لقيت لا جيت يا صاحبي. واه كتبان لي الشمس ما كيبان لي والو. مشات فين بغيت نمشيو ناكل؟ اش شهيتي؟ بيتزا. اش في التهاني؟ تاكوس تاكوس. مشيو تاكوس يلا تاكوس. بغيتي تاكوس؟ مشيو تاكوس. والله العظيم وصلنا لهنا دابا جالسين كنتفرجوا في المنتخب المغربي، وكنا كنقولوا شويه خرجنا عام اللي فات الجوع ديال الصحه. علاش انت متوحش اصاحبي بحالك؟ Yeah.
خلاص على الماتش دابا تفرجنا للاسف خسرنا خساره زوينه خسرنا واش غدير اصاحبي بروجو لهم خان من الاخر انا منين كملي دازوا الاشواط الاضافيه ما كانش خاصهم يوقع داكشي في الاول كان خاصهم يربحوا في الماتش 90 دقيقه الاولى او اش غديروا صافي هادشي اللي كاين هذا هو حال المنتخب ديما كل عام كل ايديسيون كل عام كل نفس المشكل نفس السيناريو نفس كلشي فوالا لا فامي وصلنا لا فان ديال الفيديو قبل ما تخرجوا ما تنساوش لايك سبسكرايب وبارطاجي الفيديو مع اصحابكم بيس